السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي الأعزاء، طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي الفني بجميع أقسامه. طبعا هنراجع النهاردة منهج جغرافية مصر الاقتصادية، والجزء بتاع الترم الثاني اللي هو الخاص بشهر مارس، عشان عندنا إن شاء الله امتحان فيه آخر الشهر ده تقريبا على الأسبوع الجاي. هنتكلم على الخامات التعدينية. بالنسبة للخامات التعدينية لازم أعرف أهميتها بالنسبة للاقتصاد المصري. أول أهمية إن هي بتزود الدخل القومي، لأن إحنا لو في أي معدن بيبقى في فائض عندنا منه بنصدره للخارج، بيجيب عملة صعبة فبيساعد على زيادة الدخل القومي. تاني نقطة إن هو بيوفر فرص العمل، لأن عملية التعدين في حد ذاتها سواء اللي هو اكتشاف المعادن والعمل على الحفر والتنقيب عنها واستخراجها وتصنيعها وتعدينها، أو إذا كانت هتتعمل لها عملية تكرير زي البترول مثلا، أو نصنعها في مصنع زي الحديد والصلب أو صناعة الأسمدة الفوسفاتية، كل ده احنا كده بنحتاج ناس متخصصة في هذا المجال، فبالتالي احنا كده بنوفر فرص عمل. معدن زي الحديد الخام والفحم والمنجنيز بيدخلوا في صناعة الحديد والصلب، فانا لما اطلع الحاجات ديت او المعادن ديت من باطن الارض فكده انا بوفر خامة لازمة لصناعة مرتبطة بيها. نفس الكلام زي معدن الفوسفات بتقوم عليه الأسمدة الفوسفاتية. يبقى تالت أهمية إن هي بتوفر الخامات اللازمة للصناعة. المعادن تقريبا معظمها كده بيبقى موجود في الصحاري، فأنا لما ألاقي معدن في مكان ما في الصحراء أنا ببتدي أهتم بالمكان ده، لأن طبيعي أن أنا أوفر فيه الخدمات اللازمة للقائمين بهذا العمل، فبالتالي إحنا كده بنساهم بالتعدين في تعمير بعض أجزاء من الصحاري المصرية. يبقى دي رابع أهمية. وطبعا إحنا بنعمل على رصف الطرق بالنسبة للمناطق التعدينية في الصحاري، وبنربطها بالمصانع، بنربط المناطق اللي هي بتستخرج منها الخام عن طريق خطوط السكك الحديدية. يبقى الثروة المعدنية مهمة لأنها بتساعد على مد الطرق المرصوفة وخطوط السكك الحديدية لمناطق التعدين. ده بالنسبة للأهمية النسبية. لو جينا نتكلم على التوزيع الجغرافي هنبص نلاقي ان المعادن موجودة عندنا في ثلاث مناطق. أول منطقة حوالين خليج السويس ومن أول سيناء وتنزل على خليج السويس والصحراء الشرقية، وطبعا الامتداد ده بتاعها بيبقى طولي من الشمال إلى الجنوب. نفس المنطقة الطولية اللي هي حول نهر النيل. المنطقة الثالثة اللي هي الصحراء الغربية. طبعا في خريطة هتوضح قدامنا الكلام دوت. لو جينا نتكلم على المعادن هلاقي عندي اول معدن هو معدن الحديد الخام، وبرضو عشان نتكلم وهيبقى الكلام ده واضح في الخريطة ان دي تعتبر خامات فلزية اللي هو الحديد، وعندنا المنجنيز دي خامات فلزية. لو بصينا في الخريطة ديت هنلاقي اولا في حاجة دايما في كل الخرائط ومن غيرها ما بنقدرش نفهم محتوى الخريطة، اللي هو مفتاح الخريطة المربع اللي هو بيبقى موجود على الجزء الشمال من تحت. هنبص نلاقي ان الحديد عبارة عن كل المربعات اللي هي متظللة باللون الاسود،
فعندي الحديد موجود في اول منطقة اللي هي شمال شرق اسوان، وبعد كده الواحة البحرية، والمنطقة الثالثة قرب ساحل البحر الاحمر زي ما احنا شايفين كده عند منطقة القصير. لو جينا نتكلم على حديد اسوان بالتفصيل، هنقول ان الاستغلال بتاعه بدأ سنة 1956 بعد انشاء مصنع الحديد والصلب في التبين 1954، وعملوا كمان كسارة للحديد علشان يسهل شحن الحديد اللي هو مكسرينه ده إلى أفران الصخر. الحكومة فكرت إن هي توسع مصنع الحديد والصلب سنة 1973، ولقيت إن حديد أسوان أو خام حديد أسوان مش هيقدر يسعفها في هذا المجال، يعني مش هنقدر نعتمد عليه في توسعة مصنع الحديد والصلب، وبدأت تفكر في مكان تاني تستخرج منه الحديد اللي هو الواحة البحرية. ليه بقى؟ لأن حديد أسوان مش هيكفي، ده أول سبب. السبب التاني إن الكمية بتاعت الخام المعدن قصدي علشان يطلعوا منه حديد خام يدخل في مصنع الحديد والصلب وتقوم عليه هذه الصناعة، هيلاقوا ان نسبة الخام هتبقى نسبة المعدن في الخام نفسه هتبقى قليلة جدا معايا، وارتفاع نسبة السيليكا او الشوائب معايا. طيب ارتفاع نسبة الشوائب وقلة المعدن في الخام ده هنشوف بقى مع بعض دلوقتي. لو احنا نتابع كلامنا يعني هنلاقي ان توقف انتاج الحديد الخام من اسوان سنة 1979، وبدأنا نتجه الى استخراجه من الواحة البحرية. لو جينا نعرف المنطقة بتاعت الواحة البحرية، طبعا كلنا عارفين ان هي موجودة في الصحراء الغربية، تمام كده. وقامت الحكومة بانشاء خط سكة حديد بيربط ما بين الواحة البحرية وخط سكة حديد الوجه القبلي علشان يسهل نقل خام الحديد من الواحة البحرية إلى مصنع الحديد والصلب في التبين. وحتى كمان قامت بلدة صغيرة لتعدين الحديد الخام في الواحة البحرية، وتعداد السكان بتاعها 500 نسمة، هي اسمها مدينة الجديدة. طيب لو جينا نتكلم على معدن برضو مرتبط بوجود الحديد في أو تصنيع الحديد في مصر، هنلاقي مهم جدا المنجنيز. المنجنيز موجود في منطقة أم بجمة في شبه جزيرة سيناء، واحنا هنوضح الكلام ده في الخريطة، تمام كده. هنيجي نشوف المنطقة الثالثة اللي هي منطقة القصير اللي هي موجودة على ساحل البحر الأحمر. بالنسبة لمنطقة القصير بنقول عليها المنطقة ديت في ميزة في المناطق وجود الحديد الخام، إن مواقع وجوده قريبة من بعضها وكمان متشابهة في صفاتها، فبالتالي ده هيسهل استغلالها كلها حاجة واحدة مع بعض، لأن مفيش اختلافات ما بينهم ومتشابهين في الصفات. لكن وجود المنطقة ديت اللي هي وجود الحديد في المنطقة الجبلية ديت اللي هي منطقة البحر الأحمر حيث جبال البحر الأحمر هيصعب عملية التعدين شوية، فهيبتدي برضو اتجاهنا كله هيبقى مركز على الواحة البحرية، وطبعا كان قبلها خامات أسوان. وعرفنا احنا سيبنا خامات أسوان ليه؟ لأن هي نسبة الخام فيها قليل وبتقلل من كفاءة أفران الصهر وارتفاع نسبة السيليكا والشوائب فيها. طيب احنا كده دلوقتي اتكلمنا على الثلاث مناطق اللي موجود فيهم الحديد الخام.
طيب انا كمان اتكلمت على المنجنيز على اساس ان انا عندي الحديد والمنجنيز دول من المعادن الفلزية. هبتدي اتكلم على المعادن اللافلزية اللي هي الفوسفات، او اهمها الفوسفات. الفوسفات موجود عندنا، واهميته كمان ان هو يعني بتقوم عليه الاسمدة الفوسفاتية، وكمان بيطحنوه وبيصدر الى الخارج، لان في دول جنوب شرق اسيا ديت كلها اللي الشرق الاقصى يعني بتعمل على طحنه، بتعمل على تسميد اراضي او مزارع الارز بالفوسفات المطحون. خلاص، بدأ انتاجه في القرن العشرين عام 1909. في عندنا ثلاث مناطق لانتاجه. أول منطقة اللي هي سفاجة والقصير في ساحل البحر الأحمر، والمنطقة ديت النقل فيها سهل، لكن التعدين صعب زي ما احنا لسه قايلين على الحديد، إن المنطقة دي جبلية وموجود في باطن الأرض فبيبقى فيه صعوبة. جزء من هذا الخام بيطحن لتسميد الأراضي الزراعية في شبه جزيرة سيلان، وطبعا بيتم التصدير عن طريق ميناء الحمراوي. تاني منطقة هنلاقيها في وادي النيل عند السباعية والمحاميد، وطبعا المنطقة دي بدأ التعدين فيها سنة 1908، وطبعا سهل التعدين لان المنطقة طبعا سهلة التضاريس، مفيش اي جبال، والخام كمان قريب من سطح الارض فسهل استخراجه، وطبعا سهل ان احنا ننقله بالسكك الحديدية او عن طريق نهر النيل. خلاص، الفوسفات اللي موجود في وادي النيل بيخصص لتمويل مصانع السوبر فوسفات. عندنا ثلاث مصانع ليها في كفر الزيات وابو زعبل ومنقباد. ثالث منطقة هي منطقة ابو طرطور في الصحراء الغربية. في قدامنا برضو خريطة هنوضح بيها الجزئية دي. يبقى لو رجعنا تاني اتكلمنا على مناطق وجود الفوسفات، هنلاقي في عندنا في البحر الأحمر ما بين سفاجة والقصير، معايا المنطقة دي صعب التعدين فيها لأن هي منطقة جبلية وموجود في باطن الأرض، يعني المسافات بعيدة في باطن الأرض، وجزء منه قلنا بيطحن وبيسمدوا بيه الأراضي الزراعية في شبه جزيرة سيناء. طيب المنطقة التانية لو دخلنا بقى كده، احنا خدنا كده من الأول اليمين عند البحر الأحمر، لو دخلنا في النص على وادي النيل هنلاقي عندي، طبعا أنا لسه قايلة على مفتاح الخريطة اهو، الدوائر السوداء ديت هي دي مناطق وجود الفوسفات. فهنا عندي عند السباعية والمحاميد، وقلنا المنطقة دي تم بدأ التعدين فيها سنة 1908، ومنطقة سهلة التضاريس وكمان الخام قريب من سطح الأرض وسهولة النقل لقربه طبعا من السكك الحديدية، وكمان قريب من نهر النيل. حديد السباعية والمحاميد أو وادي النيل بيمول ثلاث مصانع اللي هم في أبو زعبل وكفر الزيات ومنقباد. هنيجي نلاقي عندي رقم ثلاثة منطقة أبو طرطور، وهي واضحة في الخريطة كويس جدا ما بين الخارجة والداخلة، ده من أكبر الكشوف التعدينية في البلاد وأهم منطقة بها احتياطي للمستقبل. خلاص، من المعادن اللافلزية عندنا معدن الفحم، والفحم برضو موجود عندنا واضح في الخريطة، موجود في جبل المغارة في شبه جزيرة سيناء. ده بالنسبة للجزئية دي في الفوسفات. نكمل مع بعض برضو. في عندنا بعد كده بالنسبة للجبس، الجبس ده عبارة عن
مجموعة في عندنا مجموعة من رواسب تقطيرية. يعني ايه؟ بتتبخر كل السوائل وبتفضل رواسب منها ملح الطعام والجبس وحاجة اسمها النترون وكبريتات الصوديوم واملاح البوتاسيوم. رواسب الجبس عندنا موجودة قريبة من ساحل البحر الأحمر وشرق خليج السويس وقاع بحيرة المنزل. والجبس بيبقى عبارة عن عدسات ضخمة. الجبس اللي بيطلعوه من غرب اسكندرية بيستخدم في أعمال البناء والتشييد. يعني طبعا كلنا عارفين ان بيدخل في المباني، يعني لما بنيجي نبني اي مبنى. وفي الزراعة في حاجة اسمها جبس الباستر، بيستخدم في الأغراض الطبية وصناعة الخزف والصين. الجبس الخام يستخدم في صناعة الأسمنت. في سنة 1984 تم اكتشاف طبقة من الجبس النقي في منطقة جمصة على ساحل البحر الأحمر. تمام كده. في عندنا من المجموعة التبخيرية اللي هي بتعتمد على التبخير، عندي آخر حاجة اللي هتكلم فيها اللي هي ملح الطعام. ملح الطعام ده اللي هو الاسم العلمي ليه كلوريد الصوديوم. فضل ملح الطعام حكر على الدولة في فترة القرن الماضي. بعد كده الحكومة ادت امتيازين لاستغلاله، يعني من حق استغلاله لشركتين. سنة 1897 لشركة الملح والصودا، والامتياز الثاني لشركة ملح بورسعيد سنة 1899. الملح يا جماعة بيستخرج بطريقة التبخير الطبيعي، زي فكرة ان احنا لو حطينا مية بملح على النار وسبناهم يغلوا، هتبتدي المية تتبخر، وهبص الاقي وانا حاطه ملح مثلا بنسبة كبيرة، هلاقي الملح بيفضل طبقات او عبارة عن بلورات في قاع الاناء. خلاص، هي دي فكرة الايه، استخراج ملح الطعام. ده بيكون موجود في المناطق في شمال الدلتا والمنطقة اللي هي شمال البحر المتوسط كله. خلاص، عملية التبخير اللي هو تعريض ملح الطعام ده بحالته الخام الى درجات حرارة، بيبقى دايب طبعا دايب في المية، بيحولوه الى ملح صافي عن طريق التعرض لدرجات الحرارة العالية في افران معينة، وبتتبخر السوائل اللي فيه وبيفضل الملح. بعد كده بيجمعوه ويبعتوه على اسكندرية علشان يكرروه وينقوه من الشوائب، يعني يعملوه زي عملية فلترة كده، ويبتدوا يجهزوه سواء للاستخدام او للاستهلاك المحلي داخل البلاد او للتصدير. اكبر ملاحتين عندنا هما ملاحتا بورسعيد والاسكندرية، ده يجيلي في اكمل او صح وغلط او اختيارات. دول كبار جدا الملاحتين دول، يعتمد عليهم في الانتاج بنسبة كبيرة. في عندنا ملاحات برضو في ايدكو ورشيد وبلطيم والبلاس، لكن الملاحات دي متوسطة الحجم. بقية الملاحات بتعتبر صغيرة الحجم في الانتاج. يعتبر ملح الطعام احد عناصر الثروة المعدنية التي تصدرها مصر كسبا للعملة الصعبة، يعني بيجيب لنا عملة صعبة. النترون ده عبارة عن كربونات صوديوم ومختلط بكبريتات صوديوم، بيتجمع في المحلول الملحي الناتج عن الاثنين في منخفضات في وادي النترون بتسمى الطرانات. الطرانات دي بقى ممكن تجي لي وصفة، ممكن تجي لي اختيارات، المهم ان لازم اعرف عنها الجملة ديت. نشوف مع بعض كده شوية اسئلة على الجزئية دي. ممكن يجي لي اكمل، يقول لي اكمل ما يأتي. يوجد الحديد في ثلاث مناطق بمصر، هي أسوان، طبعا احنا سألين أسوان، الواحة البحرية قرب ساحل البحر الأحمر. مصر حاليا بتنتج الحديد الخام من الواحة البحرية. السؤال الثاني، يتم تعدين الفوسفات في مصر من البحر الأحمر وادي النيل، أهم منطقة بها
احتياطي للمستقبل منطقة أبو طرطور. اتجهت الأنظار إلى خام الحديد في منطقة الواحة البحرية، وطبعا احنا لسه قايلين الأسباب. إنتاج الحديد توقف في منطقة أسوان بعد ما اتجهنا بقى للواحة البحرية عام 1979. نشأت بلدة صغيرة لتعدين الحديد الخام في الواحة البحرية هي مدينة الجديدة. فوسفات سفاجة والقصير، طبعا المناطق دي واقعة على البحر الأحمر، فبالتالي لازم أتوقع أن يكون سهلة النقل والتصدير إلى الخارج، وده اللي فعلا بيحصل، وبيطحن وبيتعبى في شكاير وبيصدروه إلى بلاد الشرق الأقصى عن طريق ميناء الحمروين. هما بيعملوا إيه بقى؟ بيسمدوا بيه مزارع الأرز. كلنا عارفين إن البلاد دي مشهورة جدا بزراعة الأرز. بدأ تعدين الفوسفات من حقول النيل عام 1908. أهم المعادن اللافة للزية الفحم، الفوسفات، الملح. أما المعادن الفلزية فهي الحديد والمنجنيز. أكبر ملاحتين عندنا إحنا لسه قايلين عليهم بورسعيد والأسكندرية. تمام يا شباب؟ طيب ممكن يجي لي سؤال صح وغلط. خلي بالكم يا جماعة إن إحنا لازم ناخد بالنا من نقطة مهمة. إيه هي؟ ان انا السؤال اللي يعني مثلا سؤال اكمل ممكن تجي لي الجمله بتاعته عباره عن صح وغلط، فهم كلهم حاجه واحده بس صيغه السؤال هي اللي مختلفه. فانا لازم اهيئ نفسي على السؤال، يا اما يجي لي صح وغلط، يا اما يجي لي اكمل، يا اما يجي لي اختيارات، ممكن تكون جمله واحده. فاهمين يا جماعه؟ المهم حاجه نبقى حافظين الجمله صح عشان نقدر نجاوب عليها باي صيغه من صيغ الأسئلة. لو جينا بصينا على السؤال بتاع صح وخطأ، ضع علامة صح أو خطأ فيما يلي. يعتبر الحديد من أهم الخامات المعدنية اللافة للزي التي تنتجها مصر. طبعا غلط، لأن الحديد من الخامات الفلزية. في عندنا رقم 2، للفوسفات أهمية كبيرة في الإنتاج الزراعي والتصدير. طبعا احنا بنسمت بالاراضي الزراعية وبنصدره زي ما احنا قايلين دلوقتي. لو جينا نشرح الجزء بتاع البترول، بنقول على الجزء اللي انا هشرحه بقول عليها الطاقة. ممكن بقى ايه يجي لي على هيئة اول جزئية في الجزء بتاع الطاقة ده، يجي لي سؤال اكمل يقول لي يوجد في مصر ثلاث أنواع من الطاقة الحديثة. عندي البترول والغاز الطبيعي، دول حاجة واحدة خلي بالكم. تاني حاجة الكهرباء، تالت حاجة الفحم. خلاص كده. طيب احنا عندنا في البترول مر بثلاث مراحل بالنسبة للتطور الاقتصادي. المرحلة الأولى من سنة 1908 لسنة 1952، والمرحلة الثانية من 52 ل 1967، والمرحلة الثالثة من 1967 حتى الوقت الحاضر. كل مرحلة يا جماعة لها مميزات. يعني ايه؟ يعني بالنسبة للحفر، الاستكشاف، ملكية هذه الابار، انتاجها قد ايه، ايه مصانع التكرير بتاعتها، ازاي بتتصنع، ازاي بتتنقل، والتخزين والتسويق والاستهلاك والاستثمار والعمالة ومدى مساهمته في الدخل القومي. كل ده له علاقة باقتصاد البلاد والتجارة. خلاص. فكل فترة من الفترة، يعني نقول ايه مثلا في الفترة الاولانية من 1908 مثلا لغاية 1952 كان عندنا 10 ابار مثلا معايا، فليهم عدد معين من العمال،
ليها إنتاج معين، اللي بنستهلك منها جزء معين، بنصدر منها جزء معين. انتوا واخدين بالكم؟ الفترة الثانية من 52 ل 67 بدأ العدد يزيد، فبالتالي بدأ يبقى في توسع. كل دي حاجات بنقول عليها تطور اقتصادي. يعني هي الحتة دي نبقى بس يعني ايه عندنا علم بيها. يعني لو بصينا في الخريطة بتاعت البترول اللي موجودة عندنا، هنلاقي ان حقول البترول عبارة عن 3 مناطق. طبعا انا هعرف مناطق حقول البترول من فين؟ من مفتاح الخريطة. مفتاح الخريطة اللي قدامنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان حقول البترول اللي هي الاجزاء اللي متظللة عاملة زي الصباع كده باللون الاسود. لو انا بصيت كده، اول منطقة هلاقي خليج السويس حواليه مليان حقول بترول، الساحل الشرقي وتحت المية اللي هي الحقول البحرية، والساحل الغربي لخليج السويس، كل ده مليان حقول بترول. ولو لاحظنا ان معمل التكرير عبارة عن مثلث ابيض فاضي كده، هلاقي عند مدينة السويس في معملين تكرير. ده انا هلاقي خطين عاملين زي المسطرة كده، دي خطوط انابيب بتاخد البترول برضو من حقول السويس او خليج السويس وتوصلها لغاية الاسكندرية حيث يوجد ميناء للتكرير. طبعا اسكندرية فيها مينائين للتكرير، المثلثين الفاضيين هم. خلاص، في عندي يبقى دي كده اول منطقة لوجود البترول والغاز الطبيعي. احنا قلنا البترول والغاز الطبيعي دول حاجة واحدة، مصدر واحد حول خليج السويس. في عند المنطقة التانية، المنطقة بتاعت شمال الدلتا مليانة بحقول الغاز الطبيعي والمياه الإقليمية للبحر المتوسط، كل ما يخصنا من ناحيتنا احنا في البحر المتوسط مطل على جمهورية مصر العربية، او بمعنى اصح وادق مصر هي اللي بتطل عليه المياه الإقليمية بتاعتنا. هلاقي عندي هنا كده هو موجود عندنا مواني للغاز الطبيعي ومعامل لتكرير البترول. يبقى كده أول منطقة ها حول خليج السويس أو حوض خليج السويس، وعندي المنطقة التانية شمال الدلتا والمياه الإقليمية لمصر في البحر المتوسط. تالت منطقة شمال الصحراء الغربية. شمال الصحراء الغربية لو احنا بصينا كده هنلاقي العلمين والرزاق ومليحة وخالدة وأم بركة وسلام، دي كلها حقول البترول. في عندي كمان حقل أبو الغراديق، وده لازم نحفظه كويس جدا لأنه فيه بترول وفيه كمان غاز طبيعي. خلاص، ببص ألاقي برضو طالع من أبو الغراديق حقل ابتدى خط أنابيب بترول. خلي بالكم الخطين اللي هم عاملين زي المسطرة دول خطوط أنابيب لنقل البترول، الخط المشرط ده خطوط لنقل الغاز الطبيعي. فأنا عندي هنا نقل البترول من أبو الغراديق وبياخد في سكته من الرزاق والعلمين وطالع على ميناء الحمرة على ساحل البحر المتوسط. نفس الكلام جايب من أم بركة وخالدة ومليحة وطالع على ميناء الحمرة. خلاص، كل المياه الإقليمية بتاعت ساحل البحر المتوسط المطل عليها مصر موجود فيها برضو غاز طبيعي. معايا كده؟ زي بئر تينا واحد وبئر التمساح، وعندنا برضو حقول الغاز الطبيعي اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي. عندي 3 حقول للغاز الطبيعي، ادي حقل ابو الغراديق في الصحراء الغربية، وعندي حقل ابو ماضي في شمال الدلتا، وحقل ابو قير على ساحل البحر المتوسط. حقل ابو قير البحري ده اول حقل للغاز الطبيعي في مصر بل في البحر المتوسط. يبقى اول حقل للغاز الطبيعي في مصر والبحر المتوسط كله هو حقل ابو قير. اول كشف تجاري للبترول في الصحراء الغربية هنلاقيه في مدينة العلمين،
كلنا عارفين مدينة العلمين ومشهورة جدا بالنسبة للكل. خلاص يا جماعة، برضو لو كملنا في الجزئية ديت، لو جينا نتكلم بقى على انتاج البترول، اتمنى يا جماعة ان الجزء اللي فات ده ان شاء الله مركزين فيه. انا ممكن على فكرة اعيد الحتة دي تاني. يبقى اول كشف تجاري للبترول في الصحراء الغربية في العلمين، الغاز الطبيعي موجود في 3 حقول، ويبدأوا بكلمة ابو الغراديق في الصحراء الغربية، ابو ماضي في شمال الدلتا، ابو قير البحري ده موجود في ساحل البحر المتوسط، وده اول حقل للغاز الطبيعي في مصر والبحر المتوسط كله. بالنسبة لانتاج البترول، انتاج البترول في سنة 1956 انخفض بسبب العدوان الثلاثي على مصر، لو انجلترا وفرنسا واسرائيل لما ضربوا مصر، وانخفض تاني في سنة 1967 لان اسرائيل احتلت سيناء واخدت كل مواقع او حقول البترول اللي فيها سيطرت عليها. جه الانتاج ارتفع بعد حرب اكتوبر 73 في عام 1974 و75، لان احنا انتصرنا في حرب اكتوبر 73 ورجعنا كل الحقول دي لينا مرة تانية، فبالتالي الانتاج بتاعنا بدأ يزيد. الرقم 7 ده يا جماعة مهم جدا، خلي بالنا لو سمحت. كلمة الاوبك والاوابك الاتنين مفيش فرق بينهم غير حرف الالف اللي في النص ده. فانا عندي منظمة الاوبك، هي منظمة الدول العالمية المصدرة للبترول. اما منظمة الاوابك هي منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، ومصر عضو فيها. خلي بالنا من الفرق، يجيلي في اكمل، يجيلي في وصل، يجيلي في اختيارات، نخلي بالنا ونحفظ كويس. البترول بيتعرض لعملية التكرير اللي هي فصل مكونات ومشتقاته كتيرة جدا. طبعا ده بيتم بان احنا نعرضه لدرجات حرارة عالية جدا، والسوائل الاخف بتاعته اللي هي موجودة في خام البترول تبتدي تتصاعد الى اعلى، وبيبتدي يكثفوها ويسحبوها في انابيب، يبقى كده بنفصل الاتقل سنة، يبقى فيه بيتكثف بعد كده، ما بيقدرش، بيبقاش وزنه خفيف قوي، او ما بيبقاش عنده الجهد ان هو يطلع لفوق خالص يتبخر خلاص. فبيبتدوا من عن طريق التعرض لدرجة الحرارة المرتفعة جدا في الافران اللي هي بتاعت معامل التكرير، بنبتدي نفصل المكونات بعملية التبخير للسوائل الاخف اولا ثم الاقل ثم الاقل. خلاص هنيجي نلاقي اكبر مشتق بترولي بيستهلك في مصر هو المازوت. مشتقات البترول المستهلكة بصفة عامة هقول اولها المازوت والسولار، وبعد كده الكيروسين، وبعد كده البنزين والبوتاجاز. هنيجي نلاقي لو جينا نكمل برضو في الجزئية دي، عايزة اعرف اهم القطاعات او اكتر القطاعات اللي بتستهلك البترول. هلاقي عندي اول قطاع بيستهلك المشتقات البترولية هو توليد الكهرباء، بعد كده الصناعة. والتوليد الكهرباء والصناعة الاتنين مع بعض بيستهلكوا نص المشتقات البترولية. هنيجي نلاقي بعد كده النقل رقم 3، ثم الأغراض المنزلية والزراعية اللي هي بتستهلك بقى إيه المشتقات البترولية. فبالنسبة للزراعة اللي هي بقى الآلات الحديثة بقى زي الجرارات وحاجات كتيرة قوي بيستخدموها في الزراعة عشان تشتغل وتأدي العمليات الزراعية بتاعتها على أكمل وجه، بتبقى محتاجة مصادر للطاقة زي البنزين بالنسبة للعربية. خلاص هنقول تاني، يبقى توليد الكهرباء اكبر القطاعات استهلاكا للمنتجات البترولية. هنيجي نلاقي بعد منه الصناعة، الاتنين مع بعض لوحدهم
بياخدوا تقريبا نص المشتقات البترولية. رقم 3 النقل، وبعد كده الأغراض المنزلية زي ما احنا عندنا كده، ممكن نشغل البوتاجاز بتاعنا يا إما بالأنبوبة يا إما بالغاز الطبيعي. معايا غاز البوتاجاز يا إما الغاز الطبيعي اللي هو بيبقى متوصل لنا عن طريق الأنابيب. خلاص ممكن نشغل السخان بالإيه بالغاز. خلاص يا شباب. طيب هنيجي نلاقي بعد كده عندي بالنسبة معامل التكرير اللي هو تكرير البترول. معامل التكرير عندي 7 معامل، هنشوفهم مع بعض دلوقتي. ال7 معامل دول للتكرير موجودين فين؟ عندي في معملين موجودين في السويس، وفي معملين موجودين في الإسكندرية، في معمل موجود في طنطا، في معمل موجود في مسترد. طبعا مسترد دي منطقة في حلوان، يعني يعتبر تابع لمحافظة القاهرة، وعندي كمان في معمل موجود في أسيوط. يبقى احنا كده عرفنا ال7 معامل، هنقولهم تاني كمان مع بعض مرة. عندي معملين في السويس، شفناهم على الخريطة مع بعض، ومعملين في الإسكندرية، وواحد في طنطا، واحد في أسيوط، واحد في مسترد. بالنسبة للصناعة المرتبطة بالبترول حاجة اسمها صناعة البتروكيماويات، بدأت في مصر سنة 1982 لما بدأنا في إنشاء مجمع العامرية. طبعا العامرية دي موجودة في اسكندرية للبتروكيماويات، وطبعا ده كان تم بالتعاون مع إيطاليا واليابان، وبدأ المجمع ده ينتج الإنتاج بتاعه سنة 1986. علشان ننقل البترول اولا بنبتدي اول وسيلة واهم وسيلة بالنسبة لنا والحكومة بتهتم بيها هي خطوط الانابيب. يبقى في المقام الاول بنستخدم خطوط الانابيب لنقل البترول. تاني حاجة اللواري اللي هو مفردها كلمة لوري. الناقلات الساحلية تالت حاجة اللي هي السفن الضخمة العملاقة اللي بتمشي في البحر. رابع حاجة الصنادل النهرية، دي حاجة قريبة كده زي المركب بس بتبقى طويلة جدا، ودي بتبقى ماشية في قلب النهر. وبعد كده السكك الحديدية. يبقى هنقول تاني رقم 1 في النقل للبترول خطوط الأنابيب، ثم اللواري، ثم الناقلات الساحلية، ثم الصنادل النهرية، ثم السكك الحديدية. طيب أنا لسه بقول إن شبكة خطوط الأنابيب اهتمت بها الحكومة ليه يا جماعة؟ احنا عارفين كلنا إن البترول ومشتقاته دي مواد قابلة للاشتعال، فأأمن لحاجة يعني تكون مدفونة في باطن الأرض. فالأنابيب دي أصلا مدفونة في باطن الأرض، يعني معنى كلامك كده إن دي وسيلة آمنة، يعني فيها أمان مفيش منها خطر ولا ضرر، كما انها ارخص الوسائل، كما انها تقلل الفاقد. هطلع من معمل من منجم البير بتاع البترول وهدخل على طول في خط الانابيب، فمش حاجه مني هتقع ولا تتهدر ولا تضيع من غير فايده. طيب البترول دوت من اهم السلع التي تصدرها مصر، وطبعا بيعتبر في قائمة الصادرات المصرية أو في المقام الأول. قبل منه كان القطن، احنا كنا بنسمي ان القطن المصري هو الذهب الأبيض، فبالتالي الذهب الأسود اللي هو البترول ورث مكانة الذهب الأبيض في قائمة الصادرات المصرية.
هنيجي نلاقي ان البترول مصدر من مصادر العملة الصعبة. طيب هو انا العملة الصعبة بتجيني عن طريق البترول بس؟ لا، انا عندي قناة السويس عاملة، بنقول ايه، ان قناة السويس اهتمت بيها الحكومة، كمان عملت عملية تعميق للغاطس بتاع القناة علشان ياخد سفينة ارتفاعها كبير قوي، يعني مليانة بضائع اكتر، عملت توسيع للميناء، يعني عملت له زي حارتين تلاتة عشان ياخد السفن العملاقة الضخمة اللي هي تبقى عريضة. يبقى انا عملت من ناحية ان العرض بتاع السفينة يبقى كبير، فعمقت وسعت القناة وعمقت اللي هو الغاطس علشان ياخد ارتفاع عالي في السفينة، فبتكون محملة ببضائع اكتر، فهتدفع لنا ضرائب اكتر. يبقى انا عندي البترول مصدر من مصادر الدخل القومي، يعني بيجيب لنا فلوس بالبلدي كده، بيجيب لنا عملة صعبة، بيجيب لنا عن طريق قناة السويس برضو بتجيلنا العملة الصعبة، لان قناة السويس اي سفن بتمر فيها بتدفع اللي هي الرسوم الجمركية. السياحة، السياح لما بيجوا في مصر بيتفرجوا على الآثار بتاعتنا، عشان كده احنا عندنا عنصر السياحة او النشاط السياحي ده مهم جدا بالنسبة للدخل القومي. الصادرات المنظورة، الحاجات اللي احنا بنلمسها وعارفينها